الخطيب يقرر ترحيل لاعبي تنس الطاولة من المغرب وحالاتهما للتحقيق. يعني للأسف الشديد حصل في بطولة عربية لتنس الطاولة هناك في المغرب، وعندنا اثنين لاعيبة من النادي الأهلي بيشاركوا في هذه البطولة، خالد عصر وده لعيب مميز جدا بالمناسبة، وعمر بدير أيضا لعيب مميز. فبالتالي حصل ما بينهم مشادة كده امبارح، قرر الإقامة الخاص بيهم هناك في المغرب. المدير الفني كابتن أشرف عبد الفتاح راح مكلم بعد هذه المشادة وخلاص الأمور خلصت، لكن برضو النادي الأهلي عنده سيستم ما بيهزرش، الحاجات دي ما فيش هزار. راح مكلم الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، بلغه باللي حدث. بالتالي الكابتن رؤوف نقل الموضوع للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، بالتالي الكابتن محمود الخطيب قرر ترحيلهم على طول على طول. ارجع لي تعالى ونشوف بقى ايه اللي حصل نحقق. فهي دي مبادئ وقيم النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي اللي لما بيكون في حاجه خارجه عن النص او حاجه مش معتاده المفروض ما تبقاش موجوده في النادي الاهلي، على طول بيبقى في قرار حاسم بشكل كبير من المسؤولين في النادي، وده مش غريب في الحقيقه على النادي الاهلي على مدار تاريخه. يعني ان شاء الله ازمه وتعدي، واكيد هيكون في اجراءات معينه عقوبات معينه، وبعد كده ان شاء الله هنشوف الامور هتمشي ازاي.